الأنبياء. جربوا يا أحبابي في الله، كونوا نساء قويات وجربوها، سوف يعود لك كلبا خاضعا يبكي الدم على فراقك، حتى ولو كان عنيدا، لو كان هو في قارة وأنت في قارة. من أقوى المجربات، خطيرة 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 جدا، سيعود لك ويعتذر حتى لو أنت الغلطانة في حقه. تهيج خطير جدا، وطاعة عمياء وربط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات الغاليات، أتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وعواش مبروكة، رمضان مبارك سعيد إن شاء الله. الله يجعل هذا الشهر شهر تيسير الأمور ومغفرة الذنوب يا ربي. الله يسهل على كل متابعات يا ربي، أي واحدة دخلت على هذا الفيديو يا ربي تيسر لها أمورها وتفرج عليها كرة الدنيا والآخرة. سأترك لكم قناة في أول تعليق وفي صندوق الوصف قناة ستكون باللغة العربية لكي تعم الفائدة إن شاء الله، لأن كثير من متابعاتي لا يفهمون على كلامي. لذلك أي واحدة اشتركت في تلك القناة يا ربي تيسر لها أمورها وتفرج عليها كرة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. سمحوا لي إلا ما كنتش كنرد عليكم في التعاليق ولا ما كنكتبش لكم العزيمة في صندوق الوصف، لأني والله العظيم عندي شغل كتير وكل واحد لازم تعطيه وقته وبزاف تاع الأمور. الناس اللي مهتمة بالأعمال الروحانية راه كنخلي لكم الإيميل اللي بغيت تواصل، مرحبا وألف مرحبا. الله يسهل عليكم يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة خطيرة، راه خدموها في رمضان راه واعره بزاف، غيتربطو بك. شتي واخا يكون حبيبك عنيد، زوجك عنيد، عندكم يعني برود في العلاقه، يعني غادي تهيجوا وتشعل في نار شراره الحب والعشق. سهله وبسيطه ومكوناتها متواجده في كل مكان. التمره خطيره جدا، غتشعل فيه النار واخا يكون بينك وبينه فراق سنين، تكون انت في قاره هو في قاره، غير راح ويرجع لك ويبوز لك الرجلين باش تسامحي. تهيج خطير. الناس اللي كيقولوا لي واش في رمضان كينجحوا الوصفات، كينجحوا البنات، كينجحوا بزاف بزاف بزاف، ولكن الوصفات ديال المحبه ماشي تاع مثلا الخيوبه ولا الكراهيه، دوك ما راهمش ينجحوا. جربوها وردوا لي الخبر. في هذه الوصفه حبابي في الله غنحتاجوا تمره، نحتاجوا حبابي في الله يعني تمره بحال هكا، بسم الله، تمره واحده، تمره واحده، ما فيش بيت خصوصا في رمضان ما عندوش التمر. نحتاجو في هذه الوصفه تمره واحده، نحتاجو خيط يكون احمر، لازم ضروري بنات خيط يكون احمر، انا هذا غير تاع السوتيان، المهم خيط لازم يكون، او يعني خيط لا ضروري. الناس اللي راح تقول لي ما عندناش خيط احمر، اختي ضروري خيط احمر، خيط احمر بنات، خيط احمر. نحتاجو قلم احمر، قلم لازم تهوى يكون احمر. اول مدد الروحاني، لو ما عندكش قلم احمر يمكن دير المدد الروحاني. انا هو يعني قلم احمر، هو ستيلو احمر ولا قلم احمر. الى عندك المدد الروحاني من الاحسن. المدد الروحاني بنات يكون عباره عن ماء الزهر مخلوط بالزعفران والمسك، لو ما عندكش عملي قلم احمر. ونحتاج حبيبي في الله ورقه بيضاء والقليل من الفلفل الحار والقليل من السكر. أعيد، في هذه الوصفة الروحانية القوية نحتاج تمرة، قلم أحمر، خيط أحمر، القليل من ورقة بيضاء، القليل من الفلفل الحار والقليل من السكر سنيدة. فهمتوني حبيبي في الله؟ أول شيء حبيبي في الله هذه الوصفة تعمل في الليل، يعني بعد الفطور، بين الفطور والسحور تعمل في الليل. يجب أن تكوني حبيبتي ضروري على طهارة، النية الخالصة، تكوني لابسة لباس يعني نظيف، يعني كلك يعني طاقة إيجابية وروحانية. في رمضان تبغي ضروري تستحضري روحانيتك لتنجح معاك الوصفة. راح تروحي لمكان يعني لغرفة، تكوني شي في مكان هادي، نيتك خالصة، لابسة لباس نظيف وانت على الطهارة. هاد الوصفة تعمل في جميع الأيام في الليل، يعني أنك بين الفطور والسحور عمليها. فعندما تصلين العشاء وتراويحك وجميع يعني امورك الدينيه، تذهبين الى غرفه تلبسين لباس يعني ليس جديد ولكن نظيف. تاخذين حبيبتي في الله التمره، تاخذين التمره، تقولين بسم الله وتاخذين التمره. هذه التمره اولا تغسلينها جيدا بماء الزهر او ماء الورد او حتى الحليب، ليس حرج في ذلك، المهم يجب ان تغسليها او تمسحيها بماء الورد او ماء الزهر او الحليب اللي توفر عندك. عندما تغسلين التمره بماء الزهر او الورد او الحليب تقربينها لفمك، تقولين بسم الله وتقربينها لفمك، وتقولين هذه العزيمه على التمره 7 مرات،
تقولين هذه العزيمة على التمرة 7 مرات، عافاكم حبيبي، ورقة وقلم وكتبوا الكلام، لأني والله العظيم ما ألاقي وقت أكتب لكم. الله يحسن العوان. تعرفوا في رمضان يعني أشغال البيت، أشغال الناس لازم تشتغلي لهم، لازم أصور للناس الوصفات، يعني الله يحسن العوان. تقرأين على هذه التمرة بعد غسلها بماء الزهر أو ماء الورد أو الحليب اللي توفر عندك 7 مرات هذه العزيمة. تقولين 7 مرات: فلان ولد فلانة، دفنت محبتك في التمرة، باش حبك ليا أنا فلانة بنت فلانة يحرقك في قلبك كل جمرة، بجاه الملوك ما ترقد ما تواسي حتى يكون راسك على راسي. تقولين 7 مرات وهذه التمرة، يعني تقربين التمرة من فمك، لا تضعينها وسط فمك، تقربينها من فمك وتقولين 7 مرات: فلان ابن فلانة، يعني اسم حبيبك واسم أمه، أو الزوج واسم أمه، لو ما عرفتيش اسم أمه يقولي ابن حواء، يعني مثلا سعيد ابن حواء، دفنت محبتك في التمرة باش حبك ليا أنا فلانة بنت فلانة اسمك واسم أمك يحرقك في قلبك كل جمرة، يعني حبك ليا يحرقك يحرقك في قلبك كل جمرة، بجاه الملوك ما ترقد ما تولي، يعني ما تنام، يعني ما تقدر تنام حتى يكون راسك على راسي. فلان ولد فلانة، دفنت محبتك في التمرة باش حبك ليا أنا فلانة بنت فلانة يحرقك في قلبك كل جمرة، بجاه الملوك ما ترقد ما تواسي حتى يكون راسك على راسي. ملي كتقراي هاد الكلام على التمرة 7 المرات، كتهزي ديك التمرة كتحطها على جنب بحال هكا، كتاخدي ورقة بيضاء، الورقة لازم تكون صغيرة حبيباتي، أنا كنستخدم الورقة كبيرة باش الكتابة تبان ليكم. الورقة أحبابي تكون ورقة بيضاء صغيرة جدا، أنا سأكتب في هذه الكبيرة عشان تبين معكم الكتابة، أنا أكتب بقلم أحمر وليس أسود، أنا سأكتب الآن بالأسود لأن الأحمر إذا كتبت به ما راح يبين جيد في الفيديو، راح أكتب الآن بالأسود لكي تتبين معكم الكتابة. يعني نأخذ التمرة نغسلها بماء الزهر أو ماء الورد أو الحليب اللي توفر، تقربين من فمك، تقرأين عليه 7 مرات العزيمة التي خبرتك، بعد ذلك تضعين التمرة جانبا وتأخذين ورقة بيضاء صغيرة وقلم أحمر وتكتبين عليها هذا الكلام بالقلم الأحمر. حطيتك تحت أقدامي، يعني حطيتك تحت أقدامي بدوني تتعذب وتعاني، يعني بدوني تتعذب وتعاني وبوجودي تولي مرتاح وغاني، تولي مرتاح وغاني، سلطت عليك، سلطت عليك. أتمنى الكتابة تكون واضحة. ألف ألف جن وولية باش، يعني باش معناها على خاطر، باش يحضروك 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 ليا، باش يحضروك ليا ويضربوك بين الكبدة، يعني الكبد، الكبدة والرية والرئتان، وترجع مهبول عليا. قيدوا البنات، وتبغي تكون وتبغي تكون غير ليا، انا فلانه بنت فلانه اسمك واسم امك بنت فلانه. هاد الوصفه البنات قويه جدا، كونوا عيالات وقدت وجربوها. الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين، كونوا عيالات وقدت متعكزوش. راه ملي كيبان لكم فيديو طويل كتقولوا لي فيك الهضره، راه انا
كنحاول نكتب لكم الكتابه باش تفهموا، حيت شحال واحد ما كيفهمش كلامي. الله يرحم باباكم، هذا رمضان جربوا الوصفات، راه ما كتجيو حتى واحد، راه كديروا غير الخير وكتجمعوا شملكم. جربوا الوصفات وكونوا عيات وكاد. الله يرحم بها الوالدين. انا فلانه بنت فلانه ارسلت ليك 100 خادم، 100 خادم فائق الجوده باش يردوك ليا، واخا تكون هارب العين عودة. جمعوا شملنا، جمعوا شملنا، وشتتوا عكسنا، وربطونا ببعضنا، وخلوه يعني وخلو فلان ابن فلانة وخلوه بيا ينعس بيا، يفيق بيا، ينسى أمه وإخته وأخوه الشقيق. هذه الكتابة نتمنى تكون واضحة. كنكتبو في الورقة بيضاء، ورقة لازم تكون صغيرة جدا. أنا كتبت هذه الورقة الكبيرة عشان تبين معاكم، حطيتك تحت قدامي بدون تتعذب وتعاني، وبوجودي تولي مرتاح وغاني. سلطت عليك 1000 جن وولية باش يحضروك ليا، ويضربوك بين الكبدة والرية، وترجع مهبول عليا، وتبغي تكون غير ليا. أنا فلانة بنت فلانة أرسلت لك 100 خادم فائق الجودة باش يردوك ليا، وخا تكون هارب العين عودة. جمعوا شملنا يعني اجمعوا شملنا، وشتتوا عكسنا، وربطونا ببعضنا، وخلوه بيا ينعس بيا، يفيق بيا، ينسى أمه وأخته وأخوه الشقيق. تكتبين هذا الكلام في الورقة البيضاء تكون صغيرة، وعيد الورقة البيضاء يجب أن تكون صغيرة، يعني مثلا في بهذا الحجم الكتابة تكون صغيرة جدا. مثلا بهذا الحجم تكتبين هذا الكلام في ورقة صغيرة جدا، حتى لو ما كانتش كافيك المساحة كملي في الخلف. وتأخذين التمرة بسم الله التي قرأتي على هذاك الكلام هكذا، وتضعين الورقة داخل التمرة، هذه الورقة داخل التمرة، ثم تربطينها تحت رجليك، تضعين هذه التمرة تحت قدميك كما هو موضح في الصورة، تحت قدميك وتلفينها بالخيط الأحمر، يعني كتكرديها بالخيط الأحمر. وملي كديري هذه التمرة تحت قدميك يعني تتمشينا، كتمشي 7 خطوات. مثلا هذا هو قدمي، اضع التمره تحت قدمي واقوم بشدها بالخيط الاحمر هكذا، واقوم ب7 خطوات هكذا. الخطوه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه. عندما اكمل 7 خطوات اشيلوا هذه التمره هي والخيط الاحمر، واحرق التمره هي والخيط الاحمر مع القليل من السكر والقليل من الفلفل الحار. أقول لكم شيئا ما، ليس ضروري أن تحرق التمرة في نفس الليلة، يمكن أن تحرقها في يعني عندما تقومين بالمشي 7 خطوات والتمرة تحت رجليك، تشيل التمرة وتحرقينها إذا استدعى الأمر. لو ما عندكش وقت أو خايفة من رائحة وزوجك كان في المنزل وخايفة أنك تحرقيها وتعطي رائحة كبيرة يعني كارهة ولا حاجة، يمكن أن تحتفظي بالتمرة الى الغد في الصباح وتحرقيها. ليس عليك حرج في ذلك، والله من اقوى المجربات. جربوها جربوها جربوها.